she moves like no other. Her body's swinging in a way that screams out my name. اليوم موجودين بكنيسة مار يوسف بالأشرفية وين رح يكون في كونسير لو كور دو لوالتي. سوا رح نتعرف على كواليس هيدا الايفنت. رح يكون معنا حديث مع مدام ياسمين الطباح الشيف دي كور وميشيل بورجيلي احد المؤدين. خليكم معنا. فإذن ياسمين صباح، بنعرف عنك انه من عمر 7 سنين اشتغلتي او فتي بضمان الكواير وبعدك لليوم، وهلا انت شيف دو كور للايفينمون اللي رح نحضره اليوم. فبس خبرينا ليش، شو اللي جذبك للباسيون بهيدا الضمان؟ انا كنت دائما غني بكورالات، يعني انا كنت دائما بارت اوف ذا سينجرز. بس مره انا وبالجامعه طلعلي بارت تايم جوب انه اخذ الكورال الالمنتري سكول تبع الليسي عبد القادر. انا كنت دائما مفكره انه كفي دراستي بالغنى وبالصوت، بس بعد ما اكتشفت قد ايه حبيت الكواير كوندكتينج قلت لحالي انه خلص بدي اتخصص بهذا الدومين وكوندكت كوايرز، يعني من تشيلدرن للادلت. اليوم رح ينعزف قطع موسيقيه قديمه من بيناتهم قطعه لهاندل، وبنعرف انه هاندل بيستعمل شوي بفوت بالميوزيك باروك. هل رح نشوف هالقطعه عم تنعاد هي ذاتها او في نفحه جديده من توقيع ياسمين صباح؟ واكيد انه دائما يو هاف يور اون بيرسونال تاتش بالطريقه يلي انت بتعملي الانتربريتاسيون تبعيتها، بس نو نو وي دوينج ات ذا بروبر هيستوريكلي انفورمد واي. Silenzio, silenzio, silenzio. ميشيل، انت اليوم رح تأدي البارتي التو بالكونسير تبع لو كور دو لوالتي. خبرنا شو بميز هذا الستيل دو ميوزيك من ان اوتر ستيل. هو الالتو تبعي صوت مثل سوبرانو، مثل تينور، مثل باس. انا كونتر تينور، فالصوت الزلمه بالكونتر تنر قريب على طبقات الالتو، الرينج تبعه بيجي نفس الشيء على الالتو. الالتو هي اذا بدك الباز تبع النسوين، تبع البارتي الدام بالكور. ما بيكون عندهم رينج كثير عالي، بس النوتات تبعهم كثير حلوين لانه بيجوا هيك دوس وبتحسي كانه سي لو سوبور دو تو لا بارتي فيمينين. الكونسير اليوم رح يكون متميز بالستيل الباروك. شو بميز ستيل باروك عن غير ستيل دو ميوزيك؟ الباروك هو ديجا لار باروك سا ايمان دو بوكو دو يعني انكسي بس افيك اون ايمونس فوا. فالباروك بالموسيقى بتحسي سي تري ليجي، سي في كثير نط، يعني جو فيلغاريز بس انه في كثير نط، في طلعات، في نزلات، سي بو، سي ديفيرون دو رومانتيك لانه ما عندك سي جران زير بوتشيني كاستا ديفا بتمد بتحس الكاست بيانكا كاستا فيور، نو نو يا با سا، في ريسبيراسيون كثير بتقدري تتنفسي، سي بو. لو باروك سي بو، سي ليجي، سي العالم بتحب تسمعه لانه بتحسيها بابيون، يعني ببيرسيل اللي رح نغنيه بتحس هيك شان دو بابيون عم بتطيره، وكل ما ضغط وحده بيطلع نوت معينه. سي بور سا كو موا جيم لو باروك. وبتعتقد ميشيل انه بعد كم سنه هذا الستيل دو ميوزيك اللي هو الباروك، اللي دونك بس نقول باروك نحن عم نرجع اكثر من 3 سيكل لورا، بتعتقد انه هذا الستيل دو ميوزيك رح يكون بعد العالم عم تستلذ بالسماء او حتى عم تتداوله عم تأديه بكورالات؟ Déjà, le baroque qui fait partie de la musique classique, ma m'a-t-il biroh la mahal, l'alam b'dalla t'addi, bas déjà, li bihab yisma, honi sa'ata b'tsir الناس عم بتقل، لانه العالم اليوم صار كي بدها السرعه، بدها كل شيء ضجي، كل شيء بيت. بدنا نفهم العالم انه حتى بالميوزيك كلاسيك في ضجه انتر كيمي، في بيت، في il y a de l'âme dans cette musique. وهيدا اللي انا بحبه بهي الموسيقى، انه il y a de l'âme. C'est une musique qui a une âme, qui a une profondeur. فالعالم اذا بتفهم هالشيء بعتقد بصير تحبها، وهي الميسيون تبعنا. ميرسي ميشيل، انا بدي اقدم لك هالورده لانها بتلبق على الورده.
هيدا كان لقاءنا لهالاسبوع مع لوكا دوراجي، نترككن مع مقتطفاتن الحفلة الرائع. نحن بنشوفكن next week. ما تنسوا subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page من بيروت.